هاي ماي ستودنتس، ويلكم تو ماي شانل. ازيكم؟ منورين القناه. عندي في فيديو النهارده بقى هنتكلم عن ال WH question. ولو كنتوا فاكرين المره اللي فاتت احنا قلنا ان ال WH question is an open question، هو سؤال مفتوح، ممكن اسال سؤال واحد وتجاوب عليا 100 اجابه وال 100 اجابه هيكونوا صح. زي مثلا لو قلت لك what are you doing now، هو انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تقولي مثلا I am doing my homework، انا بعمل homework بتاعي. او تقولي I am watching TV، انا بتفرج على TV. or I am helping my mom in the kitchen، او انا بساعد ماما في الكيتشن. or I am making a video، او انا بصور فيديو دلوقتي. or I am playing computer games، او انا بلعب computer games. يبقى هو سؤال واحد وممكن اجاوب 100 اجابة وال 100 اجابة هيكونوا صح. تعالوا بقى النهارده نتكلم بالتفصيل عن ال WH question، ازاي ان انا بعمله، وازاي لو جالك WH question ترد عليه بطريقه صح. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. بس قبل ما نبدا don't forget like share and subscribe. الناس اللي شافت التو فيديوز بتوع yes no question بالنسبه لهم النهارده فيديو WH question هيكون سهل جدا، لان نفس الرول بتاعه الياس نو كويستشن هي الرول بتاعه الدبليو اتش كويستشن. بس هضيف حاجه بسيطه جدا، هضيف حاجه اسمها كويستشن وورد. فالرول بتاعتي هتكون كويستشن وورد بلس هيلبنج فيرب بلس سبجكت بلس مين فيرب. اجين كويستشن وورد بلس هيلبنج فيرب بلس سبجكت بلس مين فيرب. فور اكزامبلز، هاو دو يو جو تو ورك، هاو كويستشن وورد، دو هيلبنج فيرب، you subject pronoun، go main verb. Another example، why do you study hard، why question word، do helping verb، you subject pronoun، study main verb. Another example، what's he doing، what question word، is helping verb، he subject pronoun، doing main verb. في فيديو النهارده هنتكلم عن اكتر question words بستخدمهم وانا بكون WH question، وهما what، who، whom، where، when، why، and how. طيب ليه بنقول عليه WH question؟ لان لو اخدتوا بالكم كده هتلاقوا ان معظم الكلمات دي بتبدا ب 2 letters WH، ما عدا كلمه how، اي نعم ما بتبداش ب WH لكن فيها برضو ال 2 letters ال W و ال H. يلا بينا دلوقتي نتكلم على كل WH word منهم بالتفصيل. اول question word موجوده معايا النهارده هي كلمه what. What بستخدمها to ask about something، يعني حاجة غير عاقل، or to ask about the action of the sentence، أو علشان أسأل على الحدث أو الفعل اللي موجود في الجملة بتاعتي. تعالوا نشوف الإكزامبلز الموجودة معايا كده ونشوف هنحلها إزاي. Question number one بقول what is it؟ لو بصيت كده على البيكتشر اللي هتظهر هلاقي صورة عربية. طيب هنا what بتسأل على حاجة غير عاقل، يبقى الإجابة بتاعتي هقول إيه؟ A car. بقول لك هو إيه دوت؟ A car. تمام؟ يبقى طالما الكويستشن بتاعي بيسأل بي وات، وات بتسأل على حاجة غير عاقل، يبقى لازم الأنسر بتاعتي أو الإجابة بتاعتي برضو تكون حاجة إيه؟ غير عاقل، ودي شورت أنسر. طب لو عايز أجاوب كومبليت أنسر هقول إيه؟ أول حاجة شايفين كلمة وات؟ هنحذفها خالص، وبعد كده هعمل كروس ما بين فيرب إز وما بين السبجكت بروناون، فهتبقى إت is a car. والإجابتين صح. عايز تجاوب short answer تمام it's okay، عايز تجاوب complete answer برضو صح. وخلي بالك لو الكويستشن فيه verb to be أو verb to have أو modal verbs ساعتها بعمل cross، لكن لو الكويستشن فيه do أو does أو did الإجابة بتختلف تماما، وهنشوفها دلوقتي في الأسئلة اللي هتقابلنا. question number two what are you eating؟ هو أنت بتاكل إيه؟ شايفين كده البيكتشر اللي ظهرت؟ عندي ظهرت صورة ايه؟ اكسلنت بيتزا. طيب لو هجاوب شورت انسر هقول بيتزا. تمام؟ طيب لو عايز اجاوب كومبليت انسر هعمل ايه؟ اول حاجة هحذف كلمة وات، وبعد كده زي ما اتفقنا في الفيديو بتاع الياس نو كويستشن ار يو بتتحول بتبقى ايه؟ برافو عليكم، بتبقى اي ام او اي ام. اي ام ايتن بيتزا. تمام كده؟ وخلي بالي علشان الكويستشن بادئ بوات
وات بتسأل على حاجة غير عاقل، يبقى لازم الإجابة بتاعتي يكون فيها حاجة إيه؟ غير عاقل. قلنا تاني استخدام ليها إن هي بتسأل على الأكشن، على الفعل أو الحدث اللي موجود في الإيه؟ في السنتنس بتاعتي. Question number three: What are you doing؟ هو أنت بتعمل إيه؟ لو بصينا كده على البيكتشر اللي ظهرت إن هو بيركب عجل، طيب هعمل إيه؟ أول حاجة هشيل كلمة what و are you هتتحول لـ I am. هل هنزل كلمة doing؟ لا مش هنزلها، بس أخلي بالي طالما عندي doing آخرها ing يبقى الفيرب اللي هستخدمه لازم يبقى آخره ing. لو كانت عندي هنا كلمة do يبقى ساعتها كنت هستخدم الفيرب في الانفينيتيف فورم، لو كانت عندي done كنت هستخدم الفيرب في الباست بارتيسيبل في التصريف الثالث للفعل. طيب هنا عشان doing فهقول ايه؟ I am riding a bike، يعني انا بركب الايه؟ العجله. تعالوا بقى دلوقتي ناخد sentences جمل واحنا اللي نعمل عليها الكويستشنز. تعالوا نشوف مع بعض السنتنس ديت بتقول the cat is drinking milk، القطه بتشرب اللبن. شايفين السنتنس ديت هعمل عليها 3 questions باستخدام what. طيب the cat is drinking milk، احنا اتفقنا ان اول حاجه ان what بتسال على حاجه غير عاقل او something. طيب ايه غير العاقل اللي موجود في السنتنس عندي؟ عندي اول حاجه the cat، تمام. طيب هنا غير العاقل جاي لي subject ولا جاي لي object؟ لا جاي لي subject. طيب طالما الغير عاقل جاي لي subject ساعتها هشيل كلمه the cat واحط مكانها كلمه what واطلع بقيه الجمله بتاعتي زي ما هي، وفي الاخر احط question mark. بس اخلي بالي وانا بطلع بقيه الجمله ان انا لو قابلني اي pronouns بغيرها، اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت I, me, us, we بيكونوا ايه؟ برافو عليكم. you, my, our بيكونوا excellent. your, I am بتكون are you, I was بتكون where you. يبقى لازم لما اجي اعمل سؤال باستخدام كلمه what اشيل الغير العاقل وبعد كده استخدم كلمه what. يبقى هنا هشيل the cat واقول what is drinking milk. هو مين اللي بيشرب اللبن؟ the cat القطه، تمام. طيب لو بصينا على السنتنس ديت ادور على حاجه تانية غير عاقل، اه لقيت كلمه milk، ما هو اللبن ده برضو غير عاقل. طيب ميلك ديت جايه لي سبجكت ولا اوبجكت؟ لا اوبجكت مفعول. طب عرفت منين؟ لان الاوبجكت هو اللي بيجي لي بعد الفيرب او بعد بريبوزيشن حرف جر. طيب هشيل برضو كلمه ميلك واسال عليها باستخدام كلمه ايه؟ باستخدام وات. يبقى قبل ما اكتب كلمه وات لازم اشيل الحاجه غير العاقل اللي موجوده في السنتنس عندي، هقول وات. طب هل اطلع كل الجمله زي ما هي زي ما عملت في اول كويستشن؟ لا، هنا لازم بقى استخدم الرول بتاعتي، اشوف فين السبجكت، فين الهيلبنج فيرب، وفين المين فيرب، واعمل بقى كروس او اطبق الرول بتاعتي question word plus helping verb plus subject plus main verb. طيب ابص كده الاقي اذا كان ده subject is helping verb drinking main verb، واعمل كروس ما بين السبجكت وما بين الهيلبنج فيرب، فهتبقى what is the cat drinking، هي القطة بتشرب ايه؟ بتشرب لبن، تمام. تعالوا نشوف الرول بتاعتي اتطبقت ولا لا. what ده ايه؟ question word is helping verb the cat subject and drinking the main verb. طب هنعمل كمان question؟ اه هعمل كمان question باستخدام what. مش احنا اتفقنا ان what كمان بتسأل على الاكشن، على الفعل او الحدث اللي موجود في الجملة. تعالوا نشوف كده the cat is drinking milk، القطة بتشرب اللبن. أنا عايز أقول هي القطة بتعمل إيه؟ بتشرب اللبن. طيب هشيل إيه؟ هشيل، تعالوا نعملها في another color كده، هشيل drinking milk. بس أخلي بالي طالما بسأل على الأكشن أو الحدث أو الفعل اللي في الجملة، بعد ما أشيل الفيرب لازم أحط مكانه يا إما do أو done أو doing. هنا طالما drinking آخرها ing يبقى لازم أحط إيه؟ doing، وأكتبها كده علشان ما أنسيش. اوكي تعالوا بقى نكون السؤال بتاعنا، هقول what وعادي ادور برضو على الهيلبنج فيرب والسبجكت والمين فيرب واعمل الرول بتاعتي عادي. يبقى what is the cat doing، هي القطه بتعمل ايه؟
اشوف كده الرول بتاعتي متطبقه ولا لا. ايوه what question word is helping verb the cat subject and doing the main verb. نخلي بالنا كده ان انا دايما بطبق القاعده بتاعتي ما عدا في حاله واحده، لو كان غير العاقل جاي لي as a subject، لو كان جاي لي كفاعل ساعتها بشيله وبحط what واطلع كل الجمله بتاعتي زي ما هي واحط في الاخر ايه question mark علامه الاستفهام. تعالوا ناخد كده another question word. هناخد دلوقتي هو، وهو بستخدمها to ask about person عشان اسال عن حد عاقل، بس خلي بالك لازم يكون العاقل دوت subject. تعالى نشوف الكويستشنز اللي معايا كده. نمبر 1 هو از كوكين فود، هو مين اللي بيطبخ الاكل؟ طيب طالما الكويستشن بادئ بهو يبقى لازم الانسر بتاعتي يكون حد ايه عاقل، فانا هقول ماي مام. يبقى المره اللي فاتت لما كان الكويستشن بادئ بوات فلازم الاجابه كانت تبقى غير عاقل زي مثلا اكور ميلك، تمام؟ لكن هنا الكويستشن عشان بادئ بهو يبقى برضو الاجابه لازم تكون حد ايه عاقل. طيب دي شورت انسر. طيب لو عايزه اجاوب كومبليت انسر هعمل ايه؟ سهله جدا، هحذف هو وهكتب مكانها ماي مام وانزل كل الكويستشن زي ما هو، بس هبدل الكويستشن مارك بايه فول ستوب بنقطه، فهتبقى ماي مام از كوكين فود. طب كده انا هنزل الاجابه من غير ما اعمل كورس او اي حاجه. ايوه هي اجابتها كده اهو. طيب question number 2 هو is explaining the lesson، هو مين اللي بيشرح الدرس؟ هنا برضو الكويستشن بتاعي بادئ بهو يعني بيسال عن حد عاقل، يبقى لازم الاجابه بتاعتي يكون حد ايه عاقل، فانا مثلا هجاوب واقول مسز جاسمين، ان مسز جاسمين هي اللي بتشرح الدرس، تمام؟ ودي شورت انسر. لو عايز تعمل كومبليت انسر هتعمل ايه؟ عادي جدا بدل هو هنقول مسز جاسمين وانزل كل الكويستشن بتاعي زي ما هو بس احذف الكويستشن مارك واعمل ايه فول ستوب، فتبقى مسز جاسمين از اكسبلينين ذا لسن. تمام كده هديكوا دلوقتي سنتنسز وانتوا اللي هتعملوا لي عليها الكويستشنز. تعالوا نشوف مع بعض الجمل ديت هنقراها مع بعض وهنكون عليها كويستشن باستخدام هو. نمبر 1 علي هاز جوت ا نيو كار، يعني علي بيمتلك عربيه جديده. انا عايزه اكون سؤال باستخدام هو، طالما هعمل سؤال باستخدام هو يبقى لازم اشيل العاقل اللي موجود في الجمله او البيرسون اللي موجود في الجمله. مين البيرسون اللي موجود في السنتنس بتاعتي؟ علي. يبقى هنحذف علي وهنكتب هو واطلع كل السنتنس زي ما هي بس مكان الفول ستوب احط كويستشن مارك بس كده. وزي ما قلت لك لو لقيت اي برونونس لازم اغيرهم، اللي هم اي مي اس وي بيكونوا يو، ماي اور بيكون يور، اي ام ار يو، اي واز وير يو، فهتبقى هو هاز جوت ا نيو كور question mark. تعالوا نشوف كده number 2 سمر will meet نهى tomorrow، سمر هتقابل نهى tomorrow. انا دلوقتي عايز اسال على سمر، مش سمر دوت عاقل person، يبقى اسال عليها بمين؟ excellent هو. وبعد كده هطلع كل الجمله بتاعتي زي ما هي بس مكان الفول ستوب هحط ايه؟ هحط question mark، فهتقول هو will meet نهى tomorrow. طيب حد كده يجي يقول لي طب يا ميس ما السنتنس ديت فيها نهى ونهى دي برضو عاقل، طب ما احنا ممكن نسأل عليها زي ما عملنا في الجملة بتاعت what اللي كان فيها the cat وملك وسألنا على الاثنين what. هقول لك برافو اكسلنت، بس خلي بالك هنا سمر ده person بس جاي لي subject، جاي لي فاعل علشان كده سألت عليه وهو، لكن هنا نهى جايه لي ايه؟ جايه لي اوبجكت، وطالما العاقل جايه لي اوبجكت ساعتها مش هسال عليه بهو. طيب هنسال عليه بايه؟ هسال عليه بحاجه اسمها هوم، هسال عليه بحاجه اسمها هوم. يبقى هوم بقى بتسال على البيرسون بس يكون ايه؟ يكون اوبجكت، تمام كده؟
يبقى هو بتسأل عن العاقل لو كان فاعل، لكن هوم بتسأل على العاقل لو كان مفعول. طيب أعرف منين إن هو object أو مفعول؟ هلاقيه جاي ورا الverb أو جاي ورا preposition حرف جر. طيب ساعتها هعمل إيه؟ هنشيل بقى نهى، طالما هسأل عليها لازم أشيلها. هشيل نهى وهقول هوم. هل أطلع كل السنتنس زي ما هي؟ لا، مش هطلع كل السنتنس زي ما هي، لازم أطبق الرول بتاعتي. عندي summer ده subject، will helping verb، meet main verb، ونعمل cross. يبقى whom، will، summer، meet، tomorrow. هي summer هتقابل مين بكرة؟ هتقابل نهى. يبقى نخلي بالنا ان انا لازم لما اجي اكون question ان انا اطبق rule بتاعتي، الا بس في حالتين، لو كنت بسأل على subject، لو كان السبجكت بتاعي الفعل غير عاقل هسأل عليه بوات واطلع كل السنتنس زي ما هي واحط في الاخر question mark، لو كان السبجكت عاقل ساعتها هسأل عليه وهو واطلع كل السنتنس بتاعتي زي ما هي واحط في الاخر question mark. يلا let's have another question word. دلوقتي بقى هنتكلم على where. where بستخدمها to ask about place، علشان أسأل على المكان. تعالوا نشوف مع بعض questions ديت ونحلها مع بعض. Number one، where did you go yesterday؟ هو انت رحت فين امبارح؟ بص كده على البيكتشر اللي هتظهر هلاقي راح فين؟ the zoo. طيب تعالوا نشوف بقى هنحلها ازاي. اول حاجة هنحذف كلمة where. لو اخدنا بالنا كده هنلاقي ان السؤال دوت فيه كلمة did، وانا قلت لك لما الكويستشن يكون فيه كلمة do او does او did طريقة الاجابة هتختلف. هنا بقى مش هعمل cross. طيب هعمل ايه؟ هحذف برضو كلمة did، بس بعد ما احذفها اجري على الverb بتاعي وارجعه في الباست. جو الباست بتاعها ايه؟ went. تمام؟ يبقى لما الاقي did اشطب عليها واجري على الفيرب اخليه في الايه؟ في الباست. هنا مثلا هلاقي does، يبقى برضه هنشطب على does واجري على الفيرب احط له ايه؟ letter s. لو لقيت do بعمل ايه؟ لا do بشطب عليها وخلاص اخلي الفيرب زي ما هو. تمام؟ يبقى هنا هحذف where وحذفت did وجريت على الفيرب خليته في الايه؟ في الباست. هل هعمل كروس؟ لا، هنزل كل حاجة بقى زي ما هي بنفس الترتيب. يو هتبقى I went. عايزة اقول جنينة الحيوانات، يبقى هقول I went to. خلي بالك طالما السؤال بوير لازم قبل المكان احط preposition المناسب، احط حرف الجر المناسب. تمام؟ I went to the zoo. انا ذهبت الى حديقة الحيوان yesterday، امبارح. question number two، where does he live؟ هو عايش فين؟ بص كده على البيكتشر اللي هتظهر، ظهرت صورة اهرامات، يبقى هو عايش فين؟ جيزة. excellent. يبقى هنا برضو where بتسأل على مكان، يبقى لازم الاجابة بتاعتي تكون place، مكان. شطبت على where واشطب على does واجري على الverb بتاعي واضيف له letter s اللي انا كنت حذفته. تمام؟ وهمشي بقى مظبوط، هقول he lives. هل هحط البليس كده؟ لا، لازم احط قبليه الحرف الجر المناسب، فهقول he lives in جيزة. تمام؟ لو عايز تعمل short answer هتقول على طول ايه؟ in جيزة. وهنا برضو لو كنت عايز تعمل short answer هتقول to the zoo على طول. تمام؟ question number three، where is he playing football؟ هو بيلعب كرة قدم فين؟ عايز اقول انه بيلعب في النادي. طيب احنا اتفقنا خلاص where بتسأل على مكان، يبقى لازم الإجابة بتاعتي تكون إيه؟ مكان. هشطب على where. تمام؟ طيب هنا هعمل إيه؟ ده هنا عندي بقى helping verb وعندي subject pronoun وعندي main verb العادي بقى بتاع اللي بعمل بيهم الإيه؟ الكروس. هقول he is playing football في النادي. هقول ذا كلاب على طول؟ لا، هقول ات، لازم احط الحرف الجر المناسب، ات ذا كلاب. عايز تعمل شورت انسر هتقول على طول ايه؟ ات ذا كلاب. تمام؟ تعالوا دلوقتي اديكوا جمل وانتوا تكونوا عليها كويستشن. تعالوا نشوف بقى مع بعض الجمل ديت ونكون عليهم اسئله. نمبر 1، I study English at school. انا بدرس انجلش في المدرسه. انا دلوقتي عايزه اكون سؤال باستخدام where. احنا اتفقنا ان where بتسأل على place، مكان.
ادور على المكان اللي في السنتنس ديت ولازم احذفه قبل ما اكون السؤال بتاعي. يبقى فين؟ سكول. هل احذف المكان لوحده؟ لا، هحذفه بحرف الجر. يبقى هشيل كده at school. اوعوا تنسوا لازم اشيل البروبوزيشن مع البليس. وهسأل where. تعالوا نشوف بقى السنتنس بتاعتي. ادور على السبجكت والهيلبين فيرب والمين فيرب. I subject pronoun. Study ده مين فيرب. طيب كده انا بقى عايزة ايه؟ عايزة هيلبين فيرب. هجيب مين؟ طالما study في الانفينيتيف فورم هجيب do. لو كان اخرها letter s or es or ies كنت هجيب does. لو اخرها letter d or ed or ied كنت هجيب did. او لو كان verb irregular زي مثلا went كنت برضو هجيب did. طيب هنا عشان study فهجيب do. هل انا اعمل cross؟ لا خلاص اتفقنا، طالما هستخدم do او does او did ما بعملش cross، بمشي الجملة بتاعتي مظبوط. فهقول where do I هتتحول ل you study English question mark. اهم حاجة تمام. number two they travel to مطروح. هما بيسافروا مطروح. انا عايزة دلوقتي اكون سؤال باستخدام where. يبقى طالما هكون سؤال باستخدام where ادور فين البليس المكان ولازم احذفه قبل ما استخدم where. فين فين؟ excellent مطروح. هل هشيل المكان لوحده؟ لا طبعا لازم اشيله بحرف الجر اللي قبله. تمام؟ واسأل بإيه؟ where. وبعد كده اشوف فين السبجكت والهيلبين فيرب والمين فيرب. they subject pronoun. they لا ده مين فيرب. يبقى انا اجيب بقى هيلبين فيرب من عندي اللي هو do or does or did. هنا travel ده في الانفينيتيف فورم يبقى اجيب do وامشي مظبوط. they travel. هما دايما بيسافروا فين؟ بيسافروا مطروح. question mark. تمام؟ تعالوا نشوف كده الرول بتاعتي متطبقه ولا لا؟ ايوه. question word helping verb subject pronoun main verb. هنا برضو question word helping verb subject pronoun main verb. تعالوا نشوف كده number 3 I am at the cinema. انا في السينما. برضو عايز اكون سؤال باستخدام where. فين المكان؟ excellent the cinema. هشيله لوحده؟ لا خلاص احنا بقينا عارفين لازم اشيل معاه البريبوزيشن حرف الجر. يبقى اشطب عليهم كده واسال بوير. تمام؟ اي ام اتفقنا بتتحول لايه؟ برافو عليكم. ار يو وير ار يو. تمام كده؟ يبقى لغايه دلوقتي اتكلمنا على وات هو هوم اند وير. يبقى نخلي بالنا ان لو السؤال بتاعي بادئ بوات يبقى لازم الاجابه تكون غير عاقل او اكشن. لو كان بادئ بهو يبقى الاجابه بتاعتي عاقل. لو كان بادئ بوير يبقى الاجابه بتاعتي لازم تكون مكان. ونفس الكلام وانا بكون سؤال، لو عايز استخدم وير يبقى لازم احذف المكان من الجمله بتاعتي. عايز استخدم هو احذف العاقل، عايز استخدم وات احذف غير العاقل او الاكشن اللي موجود في الجمله بتاعتي. يلا نكمل مع بعض وناخد another question word. الكويستشن وورد اللي معايا دلوقتي هي when. when بستخدمها to ask about time عشان تسأل عن الوقت أو الزمن. تعالى نشوف الأسئلة دي ونتعلم مع بعض هنحلها إزاي. number one when do the shops open؟ هي المحلات بتفتح إمتى؟ عايز أقول إن هي بتفتح الصبح. هعمل إيه؟ أول حاجة هنحذف when، وطالما الكويستشن بتاعي بادئ بكلمة when يبقى لازم الإجابة بتاعتي يكون فيها time وقت. هحذف when وبعد كده ألاقي do عادي بحذفها. هقول the shops open. عايزة أقول الصبح يبقى إيه؟ in the morning. خلي بالك برضو هنا أنا حطيت إيه؟ preposition حرف جر. in the morning الصبح. عايز تعمل short answer عادي مفيش مشكلة، هتبدأ بإيه؟ ب in the morning. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض question number 2. when is his birthday؟ هو عيد ميلاده امتى؟ اول حاجه هنحذف when، وطالما الكويستشن بتاعي بادئ بwhen يبقى لازم الاجابه بتاعتي يكون فيها time او وقت. طالما لقيت is يبقى تمام، هعمل cross ما بين is وما بين his birthday. فنقول his birthday is in
جون، يعني عيد ميلاده شهر 6. تعالوا دلوقتي اديكوا جمل وانتوا تكونوا عليها questions. تعالوا نشوف كده مع بعض الجمل دي ونشوف هنعمل عليها اسئله ازاي. Number 1 I visited my grandpa last week. انا زرت جدي الاسبوع اللي فات. دلوقتي انا عايزه اعمل question باستخدام when، يبقى لازم احذف التايم او الوقت اللي موجود في السنتنس ديت. ها فين التايم؟ excellent last week، الاسبوع اللي فات، يبقى هنحذف last week ونسال when، وبعد كده ابدا احدد في السنتنس بتاعتي فين السبجكت والهيلبنج فيرب والمين فيرب. هلاقي هنا اي سبجكت بروناون فيزيتد، لا ده بقى مين فيرب، وخلي بالك ده في الايه، في الباست. كده هنستخدم ديد، بس قبل ما استخدم ديد احذف الاي دي قبل ما انسى. احذف كده الاي دي واستخدم ديد. طيب هنا هعمل كروس؟ لا خلاص احنا اتفقنا طالما دو او داز او ديد ما بعملش كروس، يبقى هنقول وين ديد وامشي بقى مظبوط. الاي هتبقى يو فيزيت، ميه تتحول لايه؟ برافو عليكم، يور جراندبا. تعالوا نشوف الرول بتاعتي متطبقه ولا لا. اول حاجه وين question word did helping verb you subject pronoun visit main verb. طيب ايه رايكم على نفس السنتنس ديت نعمل question تاني باستخدام another question word؟ هنسال على ايه؟ ايه رايكم نسال على my grandpa؟ تمام. طيب my grandpa دوت person، عاقل، وخلي بالك جاي لي object، يبقى هنسال عليه بايه؟ برافو عليكم، هسال عليه بهوم. بس قبل ما اسال بهوم لازم احذفه من السنتنس بتاعتي، ما انساش. اوكي، يعني مثلا لقيت بليس وهتسال عليه، احذف الاول البليس وبعد كده اسال بوير. لقيت تايم احذف التايم واسال وين. لقيت بيرسون عاقل وجاي لي سبجكت احذفه واسال بهو. هنا ماي جرانبا دوت عاقل وجاي لي اوبجكت مفعول لانه جاي بعد الفيرب، يبقى اسال عليه بهوم. وبعد كده اطبق بقيه القاعده بتاعتي. هنا عشان visited هشيل الاي دي واكتب did وامشي الجمله بتاعتي مظبوط. whom did you visit last week question mark. هو انت زرت مين الاسبوع اللي فات؟ my grandpa، جدي. تمام. تعالوا نشوف السنتنس ديت. he is drinking milk at night، هو بيشرب اللبن بالليل. هسأل على ايه؟ تمام، نسأل على at night، و at night ده time، يبقى هنسأل عليه when. نحذفه اوعى تطلعه في question ونقول when، وبعد كده نبدأ نحدد ال subject وال helping verb وال main verb. عندي هي subject pronoun is helping verb drinking main verb، يبقى هنا كده هنعمل cross. فنقول when is he drinking milk، هو امتى بيشرب اللبن؟ at night. تمام كده. طيب لو انا عايز اسال على حاجه تانية اسال على ايه؟ ها ايه رايكم نسال على milk، لبن. طيب milk ده غير عاقل، يبقى نسال عليه بايه؟ excellent، هنسال عليه ب what، واطبق القاعده بتاعتي. what is he drinking at night question mark. هو بيشرب ايه بالليل؟ يبقى لما جيت اسال بوين حذفت التايم وسالت بوين، اما جيت اسال على حاجه غير عاقل حذفت غير العاقل وسالت وات، وطبقت الايه، وطبقت القاعده بتاعتي. تعالوا نشوف كده اهو. when the question word helping verb subject pronoun main verb، what question word is helping verb he subject pronoun and drinking the main verb. تمام، يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. تعالوا ناخد كده another question word. دلوقتي بقى هنتكلم على why. why بستخدمها to ask about reason، علشان تسأل على السبب، وهتلاقي دايما اجابتها بتبدأ بواحدة من الكلمتين دول، يا اما because يا اما so. بس ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان because لازم يجي وراها جملة كاملة، يعني هيجي وراها جملة بتبدأ ب subject plus verb، لكن to بيجي وراها الverb في الانفينيتيف فورم،
يعني ايه infinitive form؟ يعني الverb في المصدر بدون اضافات، بدون letter s, es, ies, or d, eg, ied، او لو كان الverb went لا يكون go. تمام كده؟ تعالوا نشوف بقى مع بعض الكويستشن دوت. بقول why do you study hard؟ هو انت ليه بتذاكر بجد؟ طيب طالما السؤال بتاع بادئ بواي يبقى هنا بيسأل عن السبب، ولازم الإجابة بتاعتي تكون بادئة ب because or to. هنعمل أول حاجة هنحذف why، بعد كده هنحذف do، وطالما do تمام يبقى هنمشي الجملة بتاعتي مظبوط من غير ما أعمل cross. اليو هتبقى I study hard، أنا بذاكر بجد. لو هستخدم because يبقى لازم أجيب وراء subject و verb. هقول إيه؟ because I، ده كده السبجكت بروناون، I want، ده verb، to be a doctor، أنا بذاكر بجد علشان أنا عايز أكون دكتور. يبقى هنا الكويستشن بتاعي بادئ بواي، فحذفت واي وحذفت do، وطالما في do بحذفها وبمشي الجملة بتاعتي مظبوط من غير ما أعمل cross. اليو بقت I study hard، لو هستخدم because يبقى لازم أجيب وراء subject و verb، لازم جملة كاملة، يبقى because I want to be a doctor، أنا بذاكر بجد علشان أنا عايز أكون دكتور. لو هتعملها short answer هتبدأ بكلمة because على طول. طيب لو عايز أجاوب بكلمة to هقول إيه؟ هقول I study hard من أول بقى to be a doctor، علشان أكون دكتور. تمام؟ يبقى ممكن أجاوب be because أو to، بس because هيجي وراها subject و verb، لكن to هيجي وراها infinitive. تعال نشوف بقى مع بعض السنتنس ديت وإحنا نعمل عليها الكويستشن. I want to be a doctor to help sick people، أنا عايز أكون دكتور علشان أساعد الناس المريضة. طيب أنا دلوقتي عايزة أكون سؤال باستخدام why، يبقى أدور فين because وفين to وأحذفهم بكل اللي وراهم. ها فين هحذف to ديت ولا to دي؟ لا to ديت. تمام؟ هنحذف to بكل اللي وراها علشان هسأل وأقول هو أنت ليه عايز تكون دكتور؟ علشان أساعد الناس الإيه؟ التعبانة. يبقى دي الإجابة اللي أنا هحذفها. تمام؟ وهقول why، وأبدأ أحدد بقى فين السبجكت والهيلبين فيرب والمين فيرب. عندي I كده subject pronoun، want لا ده بقى مش ايه، مش helping verb، يبقى ساعتها كده هجيب يا اما do او does او did. عشان want هجيب do وامشي الجملة بتاعتي مظبوطة. Why do you want to be a doctor؟ ليه عايز تكون دكتور؟ To help sick people. يلا ناخد مع بعض اخر question word في فيديو النهاردة، هي how. وهاو بستخدمها to ask about condition، يعني الحالة، or manner اللي هي الطريقة. تعالوا نشوف كده مع بعض examples. Number one، how is your sister؟ هي اختك عاملة ايه؟ يبقى هنا بسأل على الكونديشن، على حالة اخته، فممكن اجاوب short answer واقول fine، او لو عايز اجاوب complete answer هعمل ايه؟ عادي جدا هنحذف كلمة how، تمام، ولاقي عندي is و your sister هنعمل ما بينهم cross، فهتبقى my، طبعا your دي من الحاجات اللي بتتغير، my sister is fine. تعال نشوف مع بعض question number two، how do you go to work؟ هو انت بتروح الشغل ازاي؟ في question number two هو هنا بيسأل على المانر، على الطريقة، الطريقة اللي بيروح بيها الشغل. فمثلا ممكن يجاوب ويقول by car، بروح بالايه؟ بالعربية. دي كده short answer. طيب لو عايز تعمل complete answer عادي جدا هنحذف how واحذف do وامشي بقى مظبوط. اليو هتبقى I go to work by car. تعال نشوف مع بعض بقى الجمل دي واحنا اللي نكون عليهم الكويستشن. Number one، the exam was easy، الامتحان كان سهل. هنا في السنتنس ديت هسأل على الكونديشن، على الحالة، على حالة الامتحان، كان سهل كان صعب. طيب هنا هشيل ايه؟ برافو عليك، هشيل easy. يبقى قبل ما اسأل بهاو لازم اشيل كلمة easy، وبعد كده اسأل بهاو،
وبعد كده هعمل cross ما بين the exam and was، فهتبقى how was the exam question mark. تمام، تعالى كده number two. عمر traveled to Aswan by plane. عمر سافر أسوان بالطيارة. طيب هنا هسأل على المانر، على الطريقة اللي عمر سافر بيها أسوان، يبقى هنحذف مين؟ excellent، برافو عليك، باي بلين. تمام، وهسأل عليها بهاو، وبعد كده أبدأ أحدد السبجكت والهيلبين فيرب والمين فيرب. عمر سبجكت، ترافلد لا ده بقى ايه؟ مين فيرب. يبقى هنعمل ايه؟ أبص على الفيرب كده ألاقي آخره ايدي، أشطب على الايدي وأجيب من عندي ديد وامشي مظبوط. يبقى تاني طالما بستخدم do او does او did بمشي مظبوط، ما بعملش cross. يبقى how did Omar travel، هتبقى الواحدة to أسوان. ازاي عمر سافر أسوان؟ question mark. تعال نشوف كده، هلاقي question word helping verb subject and main verb. ايه رأيكم بقى بما ان دي اخر جملة ان احنا نعمل كذا سؤال باستخدام كذا question word؟ تعالوا نشوف كده نسأل على ايه تاني. تعالوا نسأل على عمر. طيب عمر دوت person وجاي لي subject، يبقى نسأل عليه باستخدام ايه؟ فكروا كده، برافو عليكم، هنسأل عليه باستخدام هو. طيب هنحذف عمر، نقول هو، واعمل بعد كده cross او اجيب do او does. لا احنا اتفقنا طالما العاقل جاي لي في اول الجملة بشيله وبسأل عليه بهو، وبنزل كل الجملة زي ما هي وحط في الآخر question mark. لو كان السبجكت غير عاقل بشيله وأسأل عليه بوات وأنزل كل الجملة بتاعتي زي ما هي وحط في الآخر question mark. تمام، يبقى أقول هو traveled، مين سافر to أسوان by plane، مين سافر أسوان بالطيارة question mark. طيب ايه رايكم نعمل another question؟ هنسال على ايه؟ نسال على to أسوان. تمام، to أسوان ده ايه؟ place، مكان. خلي بالك انا شلت أسوان بالpreposition حرف الجر. طيب المكان بسال عليه بايه؟ برافو عليك، اسال عليه بوير. اوعى تطلع بقى المكان في الكويستشن، هقول where، هنا عشان traveled فيها اي دي هشيلها واقول did وامشي بقى مظبوط. where did Omar travel by plane، هو عمر سافر فين بالطيارة؟ يبقى أنا بقى بعد كده مش عايزة حد يجي ويقول لي أنا مش عارف أحل سؤال إداله، كده سؤال إداله بقى سهل، هو بيجيب لك سنتنس وأنت بتختار أنت عايز تسأل على إيه؟ عايز تسأل على البليس، شيل البليس المكان واسأل بوير، عايز تسأل عن العاقل، شيل العاقل واسأل بهو، عايز تسأل عن وسيلة المواصلات أو عن الطريقة، شيلها واسأل بهاو. عايز تسأل عن التايم الوقت، شيله واسأل وين، وطبق الرول بتاعتك. أول حاجة question word plus helping verb subject main verb. مع ده كده نكون خلصنا فيديو النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن ال WH question، واستنوا part 2 من ال WH question واللي هنتكلم فيه عن ال question phrase، زي مثلا what time، how much، how many، what color and so on. لو استفدت أي معلومة وعايز غيرك يستفيد don't forget like share and subscribe. باي باي.